تحرير مذهب الحنابلة. الحنابلة عندهم قاعدة، كما أن الحنفية كما تقدم عندهم قاعدة، أيضا الحنابلة عندهم قاعدة، يقولون المذهب على ما في المنتهى والإقناع. المنتهى لابن النجار، ولا شك أن المنتهى كتاب كبير كما تقدم، جمع بين التنقيح على زبدة الإنصاف وبين المقنع لابن قدامة، يقولون إذا والإقناع لموسى الحجاوي. موسى الحجاوي استقى كتاب الإقناع من المحرر للمجد والفروع لابن مفلح وكتاب المستوعب إلى آخره، إذا اتفق على مسألة فهي المذهب. يعني المنتهى والإقناع إذا اتفق على مسألة فهي المذهب. يعني أنت إذا فتحت كتاب المنتهى تجده يقول مثلا صلاة الوتر سنة، وفي الإقناع يقول صلاة الوتر سنة، فهذا هو المذهب. إن اختلف في المنتهى قال صلاة الوتر سنة، في الإقناع قال صلاة الوتر مثلا واجبة، فالمرجح على ما في المنتهى. إن اتفق على مسألة فهي المذهب، إن اختلف فأكثر الحنابلة على ترجيح ما في كتاب المنتهى ابن النجار رحمه الله تعالى. وقال بعض العلماء إنك تنظر إلى ما يرجحه مرعي، لأن مرعي له كتاب أيضا جمع فيه بين الإقناع والمنتهى اسمه غاية المنتهى، جمع بين الإقناع والمنتهى في كتاب اسمه غاية المنتهى. فأكثر الحنابلة على أنهم على أنه إذا اختلف فالمرجح على ماذا؟ ها؟ على المنتهى. وقيل ينظر إلى ما يرجحه صاحب غاية المنتهى، لكن الأكثر على أن المرجح على ما في المنتهى. وعلى هذا إذا أردت أنك تعرف المذهب انظر إلى هذين الكتابين. نعم، والشيخ البهوتي رحمه الله خدمك، البهوتي رحمه الله تعالى خدم، هو شرح كتاب الإقناع في كتاب اسمه ماذا؟ كشاف القناع. إذا خالف الإقناع المنتهى بينه البهودي رحمه الله، إذا خالف الإقناع خالف المنتهى بين لك ذلك. نعم.